أيضا مشاهدينا الكرام، هذا كانت بعض اللقطات للتغطية الحقيقية والمباشرة وحائد الصد الحقيقي مع الكادر الصحي. هم دور الإعلام الحقيقي. أكيد راح يكون ضيفنا وزميلنا أستاذ طلال، حياك الله وصباح الخير. أهلا وسهلا صباح الخير ميلاد، أهلا وسهلا بكم. كل عام وأنت بألف خير. أسعد الله. يعني إحنا من نجي نتكلم عن هذه الأزمة، الكثير من العراقيين جاهم تخويف بشكل كبير جدا، شلون قدرت تتعامل مع هذه الأزمة أستاذ طلال؟ يعني بداية عمار، أنا خليني أبدي من انتهاء ضيفك الكريم بالسماوة. دور الثقافة بالعراق دور مهم وكبير. على وزارة الثقافة اليوم أن تبث وعي من خلال بث كم هائل من يعني البرامج، خصوصا التلفزيونية المسرحية السينمائية والوعي الكبير. بالضبط، التثقيف بشكل كبير، هذا دور كبير لوزارة الثقافة، إضافة إلى دور المؤسسة الإعلامية، مؤسسة الدولة هي شبكة الإعلام العراقي التي عملت منذ الوهلة الأولى. شبكة معروفة يا ميلاد العمار، منذ الوهلة الأولى دائما ما تتصدى ل يعني مهمات كبيرة. نتذكر حينما تصدينا للقاعدة ومن ثم داعش ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، وإلى كل الأزمات اللي مرت بالبلاد، سياسية واقتصادية أمنية اجتماعية صحية. اليوم نحن في مواجهة كورونا، لم يعرف الملاك الصحي أو الجيش الأبيض في العراق ما هو هذا الفيروس منذ دخوله البلاد. صح. دخل مع شاب كان يدرس في قم، دخل إلى النجف، وهي الحالة الأولى التي سجلت في العراق، ومن ثم أخذ بالانتشار. توجهنا وتوجهت كاميراتنا وتوجهت أقلامنا إلى بداية معرفة هذا الوباء، بداية بث الوعي بين المواطنين، استحصال أو استسقاء المعلومات من منظمة الصحة العالمية، من وزارة الصحة، شكلت خلية أزمة. كانت هذه الخلية يعني تضم عدة مؤسسات حكومية ومؤسسات شبه حكومية، عملت سويا في مواجهة هذا الوباء. كانت إجراءات العراق إجراءات حازمة وإجراءات صارمة وممتازة، لكن عتبنا بسيط. أحسنت. على المواطن الذي لم يلتزم ببعض التعليمات التي أصدرتها. ممكن تكون هي تعليمات بسيطة جدا، غيث كمامات، كفوف، حظر اجتماعي، التزم منزلك. صحيح الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي عفوا بالعراق، وعندنا نسبة فقر عالية، لكن هذا يعني وباء يعرضك إلى الموت. واقع حال. واقع حال فرض على كل العالم. نعم. الطلبة الصينيين من دخلوا إلى البلاد، نعم، جلبتهم الحكومة عن طريق طائرة خاصة، حجروا فحصوا، لم تظهر أي إصابة. هذا كانت أول الإجراءات، ومن ثم شكلت محاجر، ذهبنا إلى المحاجر، دخلنا إلى المحاجر أنا وعدد من الزملاء. يكفينا فخر أنه شبكة الإعلام العراقي قناة الإخبارية أنه دخلت لأول مرة، السباقة والأولى لأول مرة. هناك قنوات دخلت إلى الحجر، لكننا دخلنا لأول مرة للحجر الصحي للحاملين فيروس كورونا والذين هم مصابين بعجز كلوي. أوكي. كان هذا تميز، يعني اللي يصاب بعجز كلوي واللي يصاب بسكر واللي يصاب بضغط أكيد هتكون مضاعفة، لكن هناك بشارات خير. يعني لربما يوم أمس أنا أتكلم مع الدكتور سيف البدر المتحدث باسم الصحة، نعم، يقول إن الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتماثلوا للشفاء سيتبرعون بلازمة الدم. هذه البلازمة إذا نقلت، هذا الخبر يوم أمس كان بالتبرع اللي يعني تشافوا من موضوعة كورونا، بالتالي هي التبرع بالدم حتى يأخذون عينة ويطبقوها على باقي المرضى. إذا نقلت البلازمة إلى مريض ثاني سيتماثل للشفاء. ربما هاي تجربة جديدة نجحت، لكن نجحت في اربيل ايضا. اي لكن بشرى خير طبعا، هذه مناسبه عيد الفطر سعيد. طيب غيث، كل هذه الخطوره وطبعا ما يعرفه المواطن او المشاهد انه العمل الاعلامي يكمن بكثير من الخطوره، ما نقدر انه نتكهن بكل هذه او حائط الصد الثاني اللي يعتبر اللي هم الاعلاميين واللي احنا الاعلاميين انه تصدينا، خصوصا انه المراسلين كنتم مع قواتنا الامنيه ايضا في فتره ما، وايضا مع كوادرنا الصحية في هذه الفترة. شلون قفزتوا على هذه الخطورة؟ شلون واجهتوا كل هذه الأمور الصعبة؟ اللي يواجه داعش يواجه يعني شوف يعني احنا التزمنا بتعليمات المؤسسة الصحية. نعم. هم عندما دخلوا للمريض، وطبعا الجيش الأبيض أول من دخل أكيد هم نعم.
عندما دخلنا إلى المرضى والذين حملوا فيروس كورونا التزمنا بالتعليمات الصحية، صح، تعليمات الوقاية، ارتداء الملابس الخاصة، القفازات الخاصة، الكفوف والنظارات الخاصة، أقنعة الوجه. كنا وزملاء يعني كثيرين مراسلين ومصورين، أتذكر زميل إحسان محمد رافقني منذ الوهلة الأولى إلى أن يعني جولات، ويعني ما أقولش ما يتردد الصحفي حينما يدخل، أنت ما تعرف موضوع خطر جدا. أنا أريد أسألك عن سؤال، إنه كيف هيئت نفسك لدخول هذا المكان وهنالك ناس مرضى ممكن انه تعدى، ممكن انه المصور زميلك يعدى، شلون تهيئت، شلون ممكن، واكيد هي باخلاقيات المهنه والامانه، امانه المهنه، اكيد انت كل هذه تضحيات تعتبر بالنسبه لك وبالنسبه للمصور، ممكن شلون تهيئت، شنو الامور اللي انت قويت نفسك بها ودخلت؟ يعني المعلومات اللي تجيك انه ينتقل بالهواء، انه ينتقل باللمس، ينتقل بالعطاس، ينتقل بالرذاذ، هسه معلومات كثيره صح لازم تعرفها انت قبل لا تدخل، بس بدايه انت لازم تحتاط منها. يعني حتى اللوجو الخاص بقناه الاخباري احنا غلفته صح، ملابسنا يعني تعفرنا لاكثر من مره حتى قالوا حيصير عندكم حساسيه جلديه، صح، ما يخالف خلاص حساسيه وحصل كورونا. جميل جدا. لازم انت تنقل، لازم تكون السباق، لان هذه مهمه واخلاقيه ومهمه انسانيه، انت لازم تشوف للناس شلون الملاكات الصحيه تتعامل ويا المرضى، هاي بدايه. صح، لازم تشوف الناس مدى خطوره هذا الوباء على المتحتاط، لان انا اشوف اطفال بالشارع للاسف، صح، على دراجات ناريه يحملهم ابوهم على الدراجه ويطرحون، واللي يلعبون طابه بالشارع، واللي يلعبون طابه، واللي برمضان يلعبون محيبس، ورحنا يعني هذا عدم الالتزام. صح، طبعا دخلنا الى مدن مناطق مكتظه مثل مدينه الصدر والشعله والحريه، ما مبالين للاجراءات مع الاسف، وهذه مناطق جدا يعني سريعه الانتشار، سريعه الانتشار بسبب التزاحم السكاني. نعم بالضبط، لكن اكو مناطق على العكس، مناطق كثيره أكيد. في بغداد أكيد. وفي المحافظات التزمت التزام كبير أكيد. احنا نتمنى يعني اليوم اكو حضر تجوال شامل لمدة اسبوع، اكو اجراءات صارمه، سلامه لكل العراقيين. نعم. الصحه والسلامه. شكرا لك غيث طلال، وكل عام وانت بالف خير مره ثانيه، وصحه وسلامه ان شاء الله. كل عام انت بخير، واكيد هذا دوركم مهم جدا، واكيد انتم من تنقلون الحقيقه. مشاهدينا الكرام، خلينا نروح فاصل وبعدها راجعين الساعه